سالي، محطتنا التالية مع الأطفال، ورح نحكي اليوم عن مفهوم المساحات الصديقة والأمنة للطفل، شو هي وإمتى أنشئت والهدف منها وكيف يتم تصميمها واستحداثها، وأهم الفعاليات التي تقام بها مع أخصائية صعوبات التعلم والأخصائية الاجتماعية رندا عليدي. بيسعد صباحك وأهلا وسهلا. اشتقنا لك يا رندا. ايه وأنا كمان بعد زمان. أهلا وسهلا رندا، أهلا وسهلا فيكي. دائما نحن بيكون لنا وقفة معك عالم الطفولة، هذا العالم الواسع وخلينا نقول البريء والجميل أيضا. خلينا نعرف مشاهدينا شو هي المساحة الآمنة أو الصديقة للطفل. هلأ هي ترافقت مع الظروف المعيشية اللي بتكون موجودة حسب ما يكون في أزمات، ظروف صعبة عم بتمر بالمجتمع، كوارث، حروب، فكان نشأت هاي الفكرة لحتى تأمن للطفل مساحة آمنة يقدر يكون في تطور نمو عنده من على كل الأصعدة بطريقة بسيطة وسليمة بعيدة عن كل هالظروف المحيطة فيه، خصوصي أنه الطفل ما بيكون لسه عنده إدراك للظروف الصعبة اللي عم تكون بالمحيط. لهيك انوجدت هاي المساحة أو هذا المكان اللي سموه مساحة آمنة، لأن هي بتعطيه نوع من الأمان والبات اللي بتحيطه بطريقة آمنة وبسيطة، وبنفس الوقت لها مسميات مساحة صديقة لأنها بتكون صديقة الطفل بالظروف الصعبة اللي عم بيمر فيها، ومعينة للمجتمع وللأهل لحتى يدعموا الطفل سواء بنمو الجسدي ولا النفسي. لهيك نحن كيف بنقول انه هي مساحة آمنة؟ لما بتكون انا عندي شروط اساسية بتترافق اللي نحن هلا بحياتنا لما بنشوفها بنلاقي انه نحن ابسط الامور هي نحن اللي بنحققها للطفل. لهيك هي من هون اجت هي الفكرة، من هون صار في اليونيسف كثير اهتمت بهذا الموضوع وتوسعت فيه بعد سنة 99، وصار في لها مدة أو بتكون حسب الظروف اللي نحن منكون فيها. مثلاً إذا كان في عفرت ظرف مارق بالبلد أو مثلاً ممكن حرب أو أي شيء، فهي بتكون حسب هاي المدة أو بتكون خلال الأزمة أو بعدها، فهي بتكون أو مدعم خلاله لتعطي حماية للطفل أو بعدها لحتى تعمل ترميم لأي ثغرات ممكن تنوجد خلال هاي الفترة. لكن خلينا نحكي شوي رندا عن كيف بيتم إنشاء هالمساحة الآمنة أو الصديقة للطفل، خاصة كمان نحن هلأ يمكن كتير بحاجة لخلق هاي المساحة. يعني صحيح. صار في عنا مثلا عزل منزلي، صار في ظروف معينة، صار في أولويات بحياة كل عائلة، يمكن قلصت شوي من الترفيه اللي كانت تقدمه للأطفال. تمام. فخلينا كمان نحكي عن هذا الموضوع. هلا مثل ما ذكرتي انه بالظروف اللي مرينا فيها نحن كان في مكان محدد للطفل، صار حركته اقل، هذا ممكن كثير يعيق نموه لانه نحن النمو والصحه النفسيه ترتبط كثير بالعمر الصغير مع حركه الطفل وفتره اكتشافه. هلا هي كانت بالظروف اول ما انتشأت هاي الفكره كانت تصير بمخيم او ممكن تكون بمكان بسيط، هو كان يتأمن بزاوية معينة أو بمساحة معينة يتأمن فيها كل الشروط اللازمة لحتى تدعم هذا الطفل وتخليه حتى يكون في عنده آلية تفريغ للظروف الصعبة اللي عم بيمر فيها. أما نحن حاليا فنحن منلاقي تفسيرها أو منلاقي أوجه المساحة الآمنة الصديقة هي ممكن تكون بكل زاوية موجودة بالبيت. صح. هي ممكن تكون بأي مكان رعاية للطفل، ممكن دائما هو المجتمع الجهة الأساسية اللي بتدعم هاي الفكرة، ونحن شفناها كتير بالأنشطة التفاعلية اللي كانت ممكن تصير بالظروف الصعبة اللي مرينا فيها، الأنشطة اللي كانت عم تدعم الطفل من خلال مسرح، من خلال قصص، من خلال أنشطة يدوية، أنشطة حركية ولو كانت آجلة لفترات كتير بسيطة أو ممكن تكون لمدة ساعة بالشهر ومتوجهة لفئة معينة دون غيرها، ولكن هي كانت منفذ بسيط للطفل ليفرغ
عفوا ليفرغ فيه هي آلية الكبت والضغوط اللي عم بيتعرض له. نعم، يعني رندا دائما في فكره معينه او تصميم معين لهيدا المساحه الصديقه او الامنه، يعني كل حدا بحسب الرؤيه وايضا بحسب الاطفال يلي موجودين معه والاعمار ايضا، كيف بيتم تصميم المساحه الامنه للطفل؟ هلا في فكره اساسيه لما انا بقول امنه فهي معناتها لازم عن جد تكون امنه، كيف يعني في عندي انا ارتفاع متر عن الأرض هو لازم يكون وسطياً، لازم يكون آمن، ما في أدوات كهربائية، برايز الكهرباء لازم تكون محمية، ما يكون في وسائل أو أدوات حادة أو ممكن تخلي، أحياناً بيكون في شيء بسيط ملون بيلفت نظر الطفل ليروح يلعب فيه ولكن هو بيكون مضر. لازم نحن نحط حالنا بدال هذا الطفل لما أنا بدي فوت على مساحة أو على مكان وأكتشفه بشو ممكن يخطر لي اكتشف أو شو ممكن أنا أقدر، نحن بنقول إنه ها بلش يأذي، هو لا بيكون عم بيكتشف، خصوصي لما بيكون قاعد بفترة مثلا مثل ما أنه مثلا ممكن يكون بحجر، ممكن يكون بفترة ما له قدران يتحرك، أو في ظروف ضاغطه، في مخاوف معينة، فهي حتعطيه نوع من أنواع الاندفاعية ومن نوع اللي أنا حشوف من القلق تبعه حيكون حركته زايدة شوي. فلهيك أنا كتير ضروري يكون حتى الأساس الأدوات الألعاب الموجودة تكون يقدر لما يفوت يبلش يكتشف، يعني على سبيل المثال مثلا أنا ممكن ببساطة حط له طاولة عليها ورقة وألوان، فأنا ببساطة هو حيفوت ما حيلاقي الأشياء اللي راح يكتشفها حيلاقيها مفيدة، حيبلش مثلا ممكن يرسم لون، حتكون هي آلية تفريغ له، هي يمكن نحن بطبيعتنا أنه ايه أوكي عم بيرسم، ولكن هي كتير فعالة وكتير أساسية للتفريغ عند الطفل، نقدر نكتشف مشاكله والظروف اللي عم بيمر فيها. كمان نحن حكينا على الأساس، على المواد الكهربائية ما تكون، الأدوات اللي عم بيستخدمها ما تكون حادة، ما يكون في ممكن نحن كتير من بيواجهنا أنه ممكن نضطر نفوت أعداد كبيرة من الأطفال مع بعض، كتير مهم نفصل الأعمار مع بعضها، كتير مهم يكون في عنا المجموعات متقاربة من البنية الجسدية، ما يكون في ممكن يصير في مشاحنات فهي حتبطل تكون لا آمنة ولا صديقة، يكون دائما المشرف والمرشد، ما يكون هو نحن لما بنمر بظروف نحن اللي نعطي قلقنا للأطفال اللي معنا، يكون نحن كمرشدين أو ناس عم تشرف على هدول الأطفال يكونوا على هنن مفرغين هنن مرتاحين. لهيك لازم نحن أول شيء نشوفهم ونحضرهم بعدين نخليهم يشرفوا على هدول الأطفال. أكيد رندا، يعني عم تحكي على كل الاحتياطات اللازم المدرب وحتى يمكن الأهل إذا كانوا تمام. بالبيت يأخذوها حتى تكون مسافات آمنة لتفريغ طاقة الطفل، لأنه في شروط معينة. هل أنت يعني بالمسافة الآمنة أو الصديقة الأهل ما لازم يكون يوبخوا أولادهم، لا لازم يخلقوا لهم جو اللعب وهن بقى يعني يكتشفوا هاي القصة أو يفرغوا طاقتهم مثل ما بيقولوا، فخلينا نحكي عن تدخل الأهل إمتى لازم يكون بهيك حالة؟ هاي النقطة اللي كنت عم بذكرها أنه أنا لما بيكون عندي الأهل أو المشرف فهو مضغوط أو هو عم بيمر بظروف عم تخليه يقلق، فهو أي تصرف من الطفل حيكون ردة فعله عليه ضعف المطلوب أو حتى يمكن ما تكون هي المطلوبة، فأون أنا ما فيني أقدر أتحكم بردود فعلي بحكم أنه أنا كأب أو أم أنا أساساً مضغوط. لهيك دائما في فكره انه انا لما بحس اني انا مضغوط ما اقرب على النشاط، خليه لحدا ثاني يشتغل او شاركه، يعني انا بقول له للام مثلا انه انا عم بشخبر على الحيط مثلا، اوكي حطي الورقه على الحيط ولوني انت وياها عليها، فهي حتعطي آلية تفريغ للأم وللطفل رغم انه صعوبتها ورغم انه تقول أم طب انا هلا بظرف كثير صعب مالي قدرانه اتحمل. لا هيك ممكن انا انقل الطفل لنشاط لعندي، انه مثلا ممكن انا اعطيه يعمل اشياء بسيطه مثلا يرتب ان شاء الله ينشر اذا كان هي عم تحاول تعمل المساحه الامنه ببيتها بحكم هاي الظروف الحاليه.
لهيك نحن دائما بنقول لما بيكون نرجع للمساحه الامنه اللي بتكون بحكم الظرف، اللي مثلا ممكن تكون بمخيم او بملجا او او بمركز معين، بنقول عن النشاط الحركي اللي عمله انا والطفل، سواء كنت اهله ولا سواء كنت المشرف عليه. الحركه دائما هي اللي بتعطي هذا التفريغ للكبار وللصغار، ف حيكون ممتع، حيقضي وقت، حيكون في جهد بدني جيد مكرس بطريقه ايجابيه للراشدين وللاطفال. حلو كثير. يعني رندا، يمكن رغم توفير المساحه الامنه للطفل، وايضا بس لازم انه يكون في توجيه معين في حال كان الطفل شوي خلينا نقول بلش يفهم على امه شو بتحكي معه، غير الاطفال الصغار اللي عم نحكي عنهم. قديش مهم انه نحن نحذره او ننبهه، يعني انه هون ما تقرب على الغاز مثلا، ما تحط شيء بقلب بريز الكهرباء، بنعرف بريز الكهرباء موجوده بالبيوت ما فيهم يسكروها الاهالي، فيقولوا له انه هذا الشيء ممكن يؤدي لانه ناخذك على المستشفى بطريقه ما. قديش كمان مهم الحوار بين الام، او حتى يعني من حضرتك تعطي توجيهات للاهالي. حاذكر لك موقف ممكن كثير ما يكون بريز الكهرباء، ممكن يكون يكتشف يجيب المقص ويقص شعره كان مبدا انه هو عم يعمل ستايل جديد، فهذا وارد وهذا بيصير، وهذا ما لازم تكون رد فعل الام عنيف عليه، ولكن هو حيعرف انه مع الوقت انه هذا خلص خطر ما حيقرب عليك اذا كان على درجه معينه من الوعي. هلا انا هون لما بدي احكي على هذا الموضوع، في رح اذكر لك من الاعمار الصغيره اللي حتى يمكن ما يكون لسه بيحكي لحتى ما يكون طفل واعي وبقدر اعتمد عليه. فكرة القصة، فكرة الحوار، فكرة لما أنا بمثل له مشهد معين، في كتير قصص ممكن أنا أرسم له أي شيء على إيدي وش ممكن أحكي له في قصة، حيكون هذا التوجيه غير مباشر وهو الأفيد من أني أنا أمسكه وأنبه أو وجهه أو ما بيصير تقرب على الكهرباء، ما بيصير، فهو ما حيسمع غير الكهرباء وحيقرب عليها. صح. فلما بيكون التوجيه غير مباشر، لما بيكون بالمحاكاة والتقليد، كيف يعني لما أنا بتصرف طريقة مناسبة قدامه، لما أنا بقرب على الكهرباء وبذكر لحالي قدامه على مسمعه أنه أنا هذا خطر، هذا ممكن يكهربني أو يضايقني، فهذا لحاله بشكل تلقائي رح يعلمه أنه خلص حتصير هذا الصوت اللي براسه هو اللي عم بيذكره بالموضوع. ونفس الشيء لأي شيء تاني، أنا بعطيه أبعاد المشكلة دائما. نعم. إذا كان طفل واعي بعطيه أبعاد المشكلة، إنه أنا إذا عملت هيك يا ترى شو بيصير بالظروف الصعبة، مثلا إذا أنا سمعت صوت خبط قوي شو الاحتياطات اللي لازم أعملها، مثلا إذا سمعت إذا كان في هلأ مثلا فترة زلازل شو الإجراءات اللي أنا بعملها، تعال هلأ نحد لثلاثة مثلا ونوقف بالمكان المناسب. دائما انا احطه بصوره مثلا اذا تعرضت لموقف معين وحدا ضايقك، او انا بحاول عمم لك، اذا اجى حدا مثلا وضربك او حدا اخذ منك شيء او شدك سحبك شو ممكن تعمل، بعطيه الاحتمالات، يلا تعال نمثل انا وياك، حنعد لثلاثه وحنجرب، فهي حتكون لعبه، حتكون نشاط حيستمتع فيه، وحيكون هو ما يخوفه انا، لانه انا اساسا قاعده بجو قلق، ما بدي ضل عم بحذره ما بيصير وانتبه واوعى وكذا، هيك حاعطي لو بس لاطلع من المشكله حاعطي مشاكل لقدام كثير صعب اني اطلع منها. لما بحل هذا الموقف بثانيته بطريقه انيه بسيطه بهي الطريقه، رح اكسب طفل بصحه نفسيه يقطع الظروف الصعبه بطريقه شاء مناسبه ان شاء الله. رندا، يعني هلا كثير من الامهات يمكن الجداد خلينا نقول بالهم ما كثير طويل على خلق هالمساحات الامنه او الصديقه للطفل، وبتحسي انه عصر السرعه يعني ضغوطات الحياه اخذتهم من اعطاء الوقت الكافي لاطفالهم. النصائح لهدول الأمهات حتى فعلا يملوا هذا الوقت وما يحسسوا ابنهم بفراغ أو بضغط الجو اللي عايشينه بالبيت. هلأ نحن حاليا في كتير أماكن، إذا كانت الأم تشتغل أو الأم جديدة، في كتير أماكن ممكن تحط ابنها فيها، هي أساسا مهيئة لتكون مساحة آمنة للطفل. في حال هي لا حابه هي تعمل هذا الشيء، فانا بقول اذا خلقك ضيق ولسه البيبي جديد ومالك متعوده عليه، حطي له هي المساحه الامنه بالبيت بزاويه معينه يقدر يتحرك فيها براحته، سواء يزحف براحته، يبدا يمشي،
يمشي اذا وقع ما تضل قلقانه او تهجم عليه باندفاعيه لتشيله، فهو حيخاف يمشي لبعدين. لما بتعطي المساحة بأرضية منيحة ومناسبة إذا وقع ما يصير له أي شيء، وما عليه تتركه، أنا بقول له خليه لهي الزاوية وخليه يكتشف، وريحي حالك 5 دقائق خدي بريك ورجعي لطفلك. أكيد حلو كتير هذا الحكي. يعني زينب دائما مساحة الطفل، رغم أنه منقول أنه أي الطفل كيف لا مو كيف ما كان، الطفل بده مساحة كتير كبيرة، بده أيضا انتباه أكثر من الكبير بكتير. يعني بدنا نتشكر وجودك معنا رندا علي ديب، وأيضا على معلومات، وان شاء الله يا رب يكونوا الامهات قدروا استفادوا من نصايحك. شكرا. اهلا وسهلا.